سكيكده جمهور غفير كالعادة حضر هذا اللقاء الذي جمع بين شبيبة سكيكده أحد الطامحين السعود بالضيف غالي معسكر الذي جاء هو الآخر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يضمن بها البقاء. الظروف كانت جميلة ومهيئة لمشاهدة مباراة في المستوى، وأدار اللقاء ثلاثة التحكيم صخراوي بمساعدة دولاش وهني. البداية كانت لأصحاب الأرض في كرة ثابتة من اللاعب بالرملة القائم هنا نابا عن الحارس يونس محمد رضا. نلعب الدقيقة 15 عمل هجومي للغالي وفتح من عاشور، تجد رأسية حمياني الذي يسكن الكرة شباك الحارس خيطر. هدف جميل جدا جاء من هذا المدافع وفرحة كبيرة لدى عناصر الغالي بهذا الهدف. الشبيبة ترد بكرة ثابتة من بالرملة لكنها لم تحمل الجديد. شبيبة سكيدة وصلت الضغط دون نتيجة، وهذه رأسية زياد بعيدة كل بعد عن مرمى يونس. آخر فترة الشوط الأول عرفت سيطرة وضغط من جانب الشبيبة لكن من دون نتيجة. لينتهي الشوط الأول بتفوق الزوار على نتيجة هدف دون مقابل. المرحلة الثانية دخلها أصحاب الأرض بقوة لكنهم وجدوا سمات كبيرة من دفاع غالي معسكر الذي أبطل كل محاولتهم. مخالفة لصالح المحليين دائما وكرة ثابتة ثالثة لصالح اللعب الرملة لكنه لم يوفق في إسكانها شباك يونس. نلعب الدقيقة 19 توغل مختار في منطقة العمليات وعناصر الشبيبة طالبوا بضربة جزاء هنا. وفي الدقيقة 22 وقع ما لم يكن في الحسبان، جانب من أنصار الشبيبة اقتحموا أرضية الميدان وأوقفوا المباراة التي كانت تسير في ظروف جيدة، وصور ومشاهد مؤسفة جدا ولا تخدم كرة القدم الجزائرية. المباراة توقفت مدة 29 دقيقة كاملة. بعد كل ما حدث الحكم صخراوي يأمر باستئناف اللعب بعد رجوع الفريقان إلى أرضية الميدان ليعلن بعدها هنا بضربة جزاء لصالح أصحاب الأرض. بعد هذه اللقطة وهو القرار الذي احتج عليه الزوار مطولا، اللاعب مختار يتولى التنفيذ معدلا النتيجة. وفرحة كبيرة لعناصر وأنصار الشبيبة بهذا الهدف. بعد ذلك وفي سيناريو هيتشكوكي وبعد هذه الكرة الحكم صخراوي يعلن هنا بعد هذه الفتحة عن ركنية كما تشاهدون قبل أن يتراجع ويعلن عن ضربة جزاء لصالح الشبيبة، وهو الأمر الذي استاء منه كثيرا عناصر غالي معسكر الذين قرروا الانسحاب من الملعب قبل أن يتراجعوا عن ذلك. مختار يتولى التنفيذ ويفشل، ثم كناش يتمكن من إسكان الكرة شباك الحارس يونس. فرحة كبيرة وهدف ثاني لصالح الشبيبة ليتوقف اللقاء مجددا. ويقرر الحكم إعادة ضربة الجزاء لأسباب نجهلها. ضربة الجزاء يتمكن يونس من توقيفها لكن الحكم يأمر مجددا بإعادة الضربة. زرقين يتمكن بعد ذلك من إضافة الهدف الثاني وتسجيل ضربة الجزاء، وهو هدف الفوز بالنسبة للشبيبة في مباراة
مهزلة بكل المقاييس والمعاني. سي سكوندالو بارابور ا لا فيزيونومي دو ماتش. حنا المقابله ربحناها داخل الميدان ولكن نشوفوا طرق غير رياضيه اكسترا سبورتيف كي او انفلونسي سور لو ريزولتا. الوغ حنا لي جون دو سكيك دا حنا او لي زابيا اكويي ا دوميسيل وربحونا نورمال و اون فيت بارتي اون لي زا فيليسيتي. مي تشوف اليوم لاكي تيسي تعرف بلي لابي ان يافي بريسيون انورم على داخل الميدان وخارج الميدان ولا حتى واحد ما قام بالدور تاعه. حنا ونا ايتي ليفري ا نومام كونت اون فوا ان اربيت كي ريفيز كي دون ان بي دو بيناتي ايماجينير. جو بونس كو تو لي زورغان سبورتيف اون في سا ان بيناتي كي ايتي راتي كي ايتي ريفي على تروزيام فوا بور كو ليكيب دو سكيك تاع كان. المقابله هذه صرات المجريات تاعها شمركاونا على الاولى زيرو ولا ما هدرنا حتى شيء ما كان والو. ان بيناتي جانا ما هدرنا حتى شيء دونك لو دو بيناتي هذوك سون فالابل تسمى باينين واضحين وكاين تم صورتوهم وكل شيء. فريق معسكر شفت في القنوات وهم بدات يهضروا راهم مرحبين بينا ورحبنا بهم هنا وشي. المقابله عدات في روح رياضيه وكل شيء. كانت بعض اشباه انصار هذيك حاجه كما نقولوا خارج الاطار تاعنا.